الحفل كان خصوصي عشان الأطفال يفرحوا بالعيد، الأطفال المبتورين من قصف النظام الأسدي وقصف الروسي المجرم على الغوطة الشهرية. وهذا الحفل نحن الغاية منه نزرع بسمة أمل وبسمة على وجوه أطفال الغوطة الشهرية اللي بتبوا رجليهم من القصف، وحتى يكون عندهم أمل أكبر بالحياة ويكونوا هم مع يمشوا مع المجتمع ويكونوا طبيعيين، ما يكونوا يحسوا بنفسهم إنه هم قاصرين بشيء. حاولوا.